بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان والاستوديو التحليلي لمباراه القمه بين شباب الاهلي وشباب الزمالك في الاسبوع السابع من بطوله دوري الجمهوريه. قبل ما ارحب بضيوف النهارده ونتكلم عن التحليل الفني لمباراه اليوم، بنبارك للمنتخب السعودي الفوز على منتخب الارجنتين. النهارده كان اداء رائع، اداء رجولي، اداء مشرف للكره العربيه. بنبارك لكل القائمين على الكرة السعودية على هذا الأداء الرائع. النهاردة الكرة السعودية بتدخل التاريخ من أوسع أبوابه، هو ده التنظيم، المنتخب السعودي اللي شارك في كأس العالم في روسيا السابقة، وبعد الهزيمة بخماسية في مباراة الافتتاح أمام روسيا بنشوف التخطيط والتنظيم. التخطيط بعد 4 سنين علشان الكرة السعودية ترجع مرة أخرى إلى كأس العالم في قطر، والنهارده امام انظار العالم كله المنتخب السعودي يؤدي اداء رائع ورجولي ومشرف، مش للكره السعوديه بس، للكره العربيه ايضا. وانا النهارده كمصري على قناه النادي الاهلي سعيد جدا بمشاركه المنتخبات العربيه، المنتخب السعودي والمنتخب التونسي والمنتخب المغربي والمنتخب القطري. سعيد بمشاركة البلاد العربية والمنتخبات العربية في كأس العالم في قطر، وأيضا سعيد بالتنظيم الرائع، ولكن كمصري عندي حزن وعندي غصة علشان منتخب مصر الكبير، منتخب مصر اللي تاريخه أكثر من 100 سنة في كرة القدم، مشاركاته قليلة جدا في كأس العالم في المحفل العالمي، 3 مرات بس، سنة 34 وسنة 90 وسنة 2018. هو ده التخطيط لو احنا عايزين نخطط لصالح الكرة المصرية. في مرة في حلقاتي بسأل رمز كبير جدا في الكرة المصرية وفي الرياضة المصرية، الدكتور حسن مصطفى. الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بقول له يا دكتور حسن، النهاردة وحضرتك صنعت نهضة كبيرة جدا في كرة اليد، وأصبح منتخب مصر لكرة اليد ضيف دائم في كأس العالم لكرة اليد، وبدأنا ننافس على مراكز متقدمة. لو احنا النهاردة عايزين نشوف كرة القدم المصرية في المحافل ونصبح ضيف دائم في كأس العالم، ماذا نفعل؟ قال لي بملخص الكلام، الاهتمام بقاعدة الناشئين ومسابقات الناشئين، والاهتمام ببطولة الدوري الممتاز علشان يكون عندنا مسابقة منتظمة. النهاردة لما بنتفرج على المنتخب السعودي ونشوف كل لاعب المنتخب السعودي في البطولة المحلية كده، النهاردة كلام الدكتور حسن مصطفى بيتفق مع الكلام اللي قاله، لما نشوف لاعب المنتخب السعودي اللي بيلعبوا في البطولة المحلية بالأداء الرائع أمام المحترفين في أكثر الأندية في العالم، منتخب الأرجنتين النهاردة شابوه للمنظمين والقائمين على الكرة السعودية. النهاردة فعلا أداء بنفتخر به كلنا كعرب، وأتمنى نحن نسير على هذا النهج ونشوف الكرة المصرية في المحافل العالمية، إنها تستحق الأفضل والأفضل. برحب بضيوفي الكرام في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة بين شباب الأهلي وشباب الزمالك، نجم الأهلي السابق الكابتن محمد حشيش. منورنا وشرفنا كابتن حشيش. ازيك يا أسامة؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. الاداء الرائع المنتخب السعودي، مبارك طبعا المملكه العربيه السعوديه، ويعني حاجه فخر لينا كلنا وحاجه تشرف، وبعدين احنا يعني كان بصراحه يعني مصر بتلعب حقيقه، يعني كنا بره قبل ما ندخل على الهوا نشوف الناس بره عامله ازاي في قناه الاهلي، كل الاستاف هيتجننوا كان مصر اللي بتلعب. مصر كان مصر اللي بتلعب وهيموتوا على الدقيقه الوقت الاضافي، ويعني متحمسين جدا. حاجه عظيمه جدا بالنسبه لنا، شرف كبير جدا، وبتمنى طبعا الاربع فرق العربيه كمان انها تادي يعني ان شاء الله بشكل كويس، ودي حاجه تبقى حلوه للعرب كلها يعني. ان شاء الله. نجم الاستوديو التحليل ايضا الدكتور احمد ثابت، مشرفنا منورنا يا دكتور احمد. لا نور حضرتك يا كابتن اسامه، تحياتي لحضرتك وتحياتي للكابتن محمد، والف مبروك للمنتخب السعودي. المستحيل ليس سعودي، المستحيل ليس عربي صراحة. لو ينفع نسقف لهم على الهواء يستحقوا التحية. نسقف لهم طبعا، نسقف لهم يعني. المنتخب السعودي برافو جدا يعني. النهارده انت كمان هم عاملين كومباك، كانوا خسرانين 1-0 وبترجع على منتخب بحجم الارجنتين اللي هو مرشح بقوة ان هو ياخد المونديال، وان هم يعملوا معاه كده ويرجعوا ب 2-1، دي تحسب ليهم ويحسب للتخطيط ان هم جايبين مدرب
مش كلمه بقى مشروع، المشروع ده فعلا في هيرفي رينار. هيرفي رينار اللي ماسكهم من 2019 معاهم مدرب، معاهم مدرب احمال بدنيه من احسن المدربين في العالم. وهو ده التخطيط اللي دايما بالنادي بيه. بعد كاس العالم في روسيا والهزيمه بخماسيه هزيمه ثقيله في مباراه الافتتاح، بيرجعوا النهارده وبيكسبوا فرقه من المرشحه للفوز بكاس العالم. صح. التخطيط ان انت تبدا الاول بقطاعات الناشئين، ان انت يبقى عندك دمج ما بين المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب ومنتخب مصر الاول، ومش اللي هي العمليه ويقول لك اصل احنا ما عندناش خامه ولا ما عندناش قماشه. طب ما المنتخب السعودي هو ما فيهوش محترفين خالص، وقدر ان هم بتخطيط محترم بفكر محترم عملوا دوري قوي، عملوا دوري قوي ودوري محترفين قوي ومنتظم ودوري منتظم. وكل الناس بقت بتحب تروح تلعب في الدوري السعودي، حتى المحترفين بيجيبوا عاملين تخطيط محترم جدا، فيستحقوا التحيه. وبرده المدرب هيرفي رينار مدرب من احسن المدربين حاليا على مستوى العالم. صحيح. كل دوله راحه، سواء زامبيا سواء كوت ديفوار سواء المغرب سواء السعوديه، كل دوله راحه عمل بصمه. واصبح استاد لوسيل وش السعد على الكره السعوديه بعد فوز الهلال بكاس لوسيل على الزمالك، وايضا النهارده فوز المنتخب السعودي على منتخب الارجنتين. نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل التحليل الفني لمباراه القمه بين شباب الاهلي وشباب الزمالك. اهلا بحضراتكم من جديد. نروح لملعب المباراه، ملاعب الناشئين في مدينه نصر، وهيكون معانا زميلنا فاروق صلاح، نعرف اخر استعدادات الفريقين للقاء اليوم. تحياتي ليك يا فاروق. برحب بيك يا كابتن اسامه، كل التحيه طبعا ليك يا كابتن اسامه، وتحيه لكابتن مصر. طيب هنروح مره تانيه لملعب المباراه وزميلنا فاروق صلاح. طيب لسه مش جاهز معانا كابتن حشيش. مباراه مهمه دايما مباراه الاهلي والزمالك بتحظى بمتابعه، رغم طبعا الحدث الاكبر كاس العالم، لكن برضو دايما الاهلي وحش الاهلاويه. فالنهارده مباراه مهمه في قمه شباب الاهلي والزمالك. يعني لك ان تتخيل ان برغم الاحداث الكبيره اللي طاغيه على العالم كله بتاع كاس العالم والمباريات، ومصر طبعا والناس بتتفرج في كل حته على كاس العالم، انما يعني من امبارح لما الناس عرفت ان احنا هنذيع مباراه اهلي وزمالك ايا كان، اهلي وزمالك مواليد 2013، هو اهلي وزمالك ديربي يعني. طيب قالوا لي زميلنا فاروق صلاح جاهز معانا، تحياتي ليك يا فاروق واتفضل. برحب بيك يا كابتن اسامه، وكل التحيه للكابتن محمد حشيش وللدكتور احمد ثابت، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قلنا مليون مبروك للكره السعوديه والمنتخب السعودي، فوزوا على منتخب الارجنتين بهدفين مقابل هدف. لكن خلينا بقى نتكلم على مباراه الجوله السابعه لدوري الجمهوريه للشباب اللي هنا على ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر، مباراه اللي بتجمع ما بين الاهلي و طيب بنعتذر لحضراتكم عن العطل الفني. هقول لحضراتكم تشكيل الاهلي لملاقات الزمالك اليوم في الاسبوع السابع لبطوله الجمهوريه. في حراسه المرمى النادي الاهلي مصطفى شوبير، خط الظهر جلال فارس، عبد الرحمن رشدان، حمدي ياسر، حسام ياسين، خط الوسط عبد الرحمن مانو، كريم سعد الله، احمد اشرف، الخط الهجومي زياد طارق وشادي رضوان، وفي الهجوم علي عمرو. ده تشكيل النادي الاهلي. تشكيل الزمالك، معاذ علاء الدين في حراس المرمى، محيي جمعه، محمد طارق، طاهر هشام، مصطفى فريد شوقي، مصطفى طارق مصطفى، محمد خضري، محمد حسام الدين، مصطفى سيد، كريم محمد احمد، وادهم محمود. دكتور احمد، من الملاحظ ان في تشكيله النادي الاهلي في لعيبه من الدرجه الاولى او فوق سن 2001 بتشارك اليوم. مصطفى شوبير، عبد الرحمن مانو بعد اعارته من فيوتشر وعوده مره اخرى للنادي الاهلي، وايضا احمد اشرف.
وزياد طارق كمان. وزياد طارق. طبعا عندنا النهارده مباراه كل الناس مستنياها. اولا هي مباراه قمه ما بين النادي الاهلي والنادي الزمالك، فالناس كلها مستنيه تتابع المباراه. عندنا اللعيبه كتير بقى، ده تجهيز اللعيبه وان كولر يشوفهم. اول حاجه هو مقتنع جدا طبعا احنا بنلعب النهارده 4-2-3-1. كابتن شريف عبد الفضيل المدير الفني بيبدا في حراسه المرمى بمصطفى شوبير. مصطفى شوبير طبعا نازل عشان ياخد مباريات، ودي حاجه مهمه النهارده. كابتن محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير بيبدا النهارده. الاثنين المساكين عبد الرحمن رشدان اللي هو مواليد 2003 والقادم من وادي دجله، وجنبه حمدي ياسر واحد من المساكين اللي تعرضوا لاصابات، والنهارده بيلعب جنب عبد الرحمن رشدان واحد من المساكين الصاعدين بقوه برده. جلال فارس ظهير ايمن، حسام ياسين ظهير ايسر، الاثنين الارتكاز. عبد الرحمن مانو ده كان معار لفيوتشر السنه اللي فاتت، ودلوقتي برده من اللعيبه اللي اتصعدت فريق اول. كريم سعد الله واحد من الناس اللي مجهودها ممتاز جدا في وسط الملعب. احمد اشرف اللي مقتنع بيه مارسيل كولر وبيتابعه جدا في مباريات الناشئين، النهارده بيلعب صانع العاب. الاثنين اللي على الاجنحه زياد طارق وشادي رضوان. شادي رضوان كان واحد من افضل المواهب الصاعده، افضل 60 موهبه في صحيفه ذا جارديان سنه 2018. الكيرف بتاعه وقع، نتمنى ان هو يرجع تاني بقى في المباراه بتاعه النهارده ترجعه، خاصه ان هو خد تجربه في البنك الاهلي عاره وما كانش موفق فيها. زياد طارق واحد من الناس اللي شفناه السنه اللي فاتت في الدوري وبيقدم موسم كويس. تابعه النهارده كمان المهاجم رقم 7 علي عمرو. علي عمرو ده جايب 4 أهداف السنه دي في الدوري مع فرقه 2001، واحد من الناس اللي بتقدم، شايفه مهاجم صاعد ان شاء الله بقوه في النادي الاهلي. كابتن حشيش، مهم جدا النهارده وكولر زي ما شفناه تابع مباراه 2005 الاهلي والزمالك، اكيد بيتابع مباراه اليوم النهارده. كل اللعيبه بقى كل واحد يعرض نفسه، كل واحد يؤدي اداء رائع علشان يقول لي كولر انا موجود. هعرف ردك بس هروح الاول لزميلنا. طيب واحنا بنتكلم عن كولر وبقول لك هيتابع مباراه اليوم دلوقتي حالا. كولر في ملاعب الناشئين دلوقتي مدينه نصر، ده معانا على الهواء مباشره متابعه مستر كولر لمباراه اليوم بين الاهلي والزمالك. زي ما شفنا منذ ايام قليله وهو بيتابع مباراه الاهلي والزمالك مواليد 2005 اللي فاز فيها النادي الاهلي 1-0، النهارده ايضا بيتابع مباراه القمه شباب الاهلي والزمالك. لسه انا هقول ان هو يعني هنقدم له خدمه 5 نجوم اهي، وهيتفرج على قناه الاهلي. انما هو حريص ان هو يروح الملعب ويتفرج من الملعب، دي حاجه كويسه، دي حاجه يعني بتدي انطباع ان هو مهتم جدا باللعيبه بتاعته اللي نزلها ليل 2001، وهيشوفها النهارده قدام منافس زي الزمالك. دي متابعه جيده ليه ان شاء الله، نتمنى ان هم يعني يعملوا مباراه كويسه، ودي فتره للاستعدادات للي جاي. هيشوفهم على الطبيعه في مباراه كامله، اعتقد ان دي تجربه كويسه وحاجه كويسه ان دايما اللعيبه اللي ما بتلعبش فوق تنزل تلعب مع الفرق بتاعتها او فرقه الناشئين يعني. طيب نروح برضو للملعب المباراه زميلنا فاروق صلاح. تحياتي ليك يا فاروق، والثالثه ثابته بقى اتفضل. كل التحيه ليك يا كابتن اسامه، والتحيه للكابتن محمد حشيش وللدكتور احمد ثابت. خليني اقول لك ان المباراه بتحظى باهتمام من جانب مسؤولي النادي الاهلي، وجود مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي الى جانب ياسير المكاري مخطط او يعني مدرب التحليل للنادي الاهلي، الى جانب وجود ميشيل يانكون مدرب حراس النادي الاهلي، ايضا وجود الكابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، الكابتن امير توفيق، وايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ. اذكر حضرتك زي ما حضرتك استعرضت تشكيل النادي الاهلي اخيرا، تشكيل نادي الزمالك بيلعب بطريقه 4-2-3-1 لهذا اللقاء، وبيقود الكابتن محمد ثابت لاول مره هذا الموسم طبعا بعد الهزيمتين في اللقاءين الاخير امام فاركو وامام فريق الاتحاد. في حراسه المرمى معاذ علاء، قدامه الرباعي طاهر هشام ومصطفى فريد، محمد طارق ومحيي جمعه. في منتصف الملعب مصطفى طارق مصطفى ومحمد خدري، قدامهم فاروق. دكتور ثابت اخيرا عشان لازم نطلع للمباراه، النادي الاهلي يبدا النهارده ازاي بدايه المباراه؟ لازم تبدا ضاغط من اول المباراه النهارده. اللعيبه زي واحد زي زياد طارق ده عنده فرصه كويسه ان هو يثبت نفسه لمارسيل كولر، اهتمام كبير جدا بالمباراه من مسؤولي النادي الاهلي، سواء على مستوى الكابتن حسام غالي تواجده، كابتن امير توفيق، كابتن سيد عبد الحفيظ، مارسيل كولر. فلازم نبدا ضاغط، نحاول ان احنا نسجل بدري عشان باذن الله المباراه تفتح وتبقى يوم اهلاوي باذن الله. شيء مهم يا كابتن حشيش سريعا طبعا، وجود زياد طارق، مصطفى شوبير، عبد الرحمن مانو، احمد اشرف، عناصر خبره. هو ده اللي انا عايز اقوله، ان لازم الفرقه تستفيد من الناس اللي نازله من الفريق الاول، عندهم خبرات، في ناس لعبت السنه اللي فاتت بعض المباريات، لازم يفرقوا مع الفرقه ان شاء الله النهارده، يستغلوا الحته دي في الضغط
وبيلعبوا على ملعبهم، الضغط من البدايه، يحرزوا هدف مبكر يسهل عليهم الماموريه ويديهم الثقه انهم يقدموا مباراه كويسه. دلوقتي قرايه الفاتحه، لاعبي النادي الاهلي متجمعين دلوقتي في نص ملعبهم، كل التوفيق ليهم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونروح لفاصل، وبعد الفاصل معلقنا المميز تامر عبد السلام، ونشوف حضراتكم بين شوطي اللقاء.